سي صافي سعيد كتب لنا الكيتش وقال اللي الكيتش حسب رايه هو النفايات والحاجه الرخيصه والخرقه، وحرص صافي سعيد على ان يجد للكيتش اصل عربي او اصل في اللغه العربيه، وقال الكيتش من الخيشه والا من الخيش. قدافي الروايه، قدافي اللي كان يلوج على اصل عربي لكل كلمه اعجميه، رواية كما قال لطفي في 522 صفحة. الصافي سعيد رمى بكل مدخراته بكل ما يملك في الرواية هذه. ثم اللي قال ربما ذي سخاء من صافي سعيد وكرم الكتابة، ثم اللي قال مصب عشوائي، ثم اللي قال صافي سعيد مريض، ثم مرض اسمه الإيبرغرافيا نهم الكتابة والشراهة للكتابة. من ناحيتي صافي سعيد دشن جنس جديد من الرواية، أنا سميته رواية الدولة العميقة وإلا رواية الثورة المضادة. صافي سعيد كان أشد أقصى على الثورة من الثورة المضادة، اعتبرها خيشة وكيتش ومسح فيها كل الخيبات متاعه. هذاك علاش ثم شكون كتب عن صافي سعيد وقال ليس صافيا وليس سعيدا. علاش يقول هذايا؟ لأنه يكفي أنك تقرأ الكيتش من أول لآخر وش تلقى في الصفحة 44. يقول لنا الثورة خرجت من الأفران ما خرجتش من الشارع. في الصفحة 73 يقول حاجة خطيرة. ش يقول بالضبط؟ حاجة خطيرة برشا. يقول يقول منذ أن استسلم الرفاق إلى النوم تحت الخيام في حراسة الشرطة والجيش أدركت أن الثورة قد وقع بيعها كما تباع الأغذية. ثم بدأت، وهنا الخطير، ثم بدأت علاقات الحب تحت الخيام والأغطية وعلب البيرة. هكا يتحدث عن اعتصام القصبة وعن الاعتصامات وكأنه يحدث فينا عن سيكس ستوري. الثورة قال في صفحة 118 لعبة فيديو ضخمة يتحكم فيها ويتحكم فيها من يسيطرون على العالم، سب المرزوقي في الصفحة 145. قال عن شخصيات معارضة في الصفحة 146. قال يدعون أنهم معرضون للاغتيال، يدعون أنهم معرضون لاغتيال، استبدلوا الثورة بسيارات فارهة. إيش قال لنا في الصفحة 464؟ قال ما حصل من ثورة صنع من طرف جورج سوروس، هذا وثورات الملونة نجح في إطلاقها بالشباب وبمجموعات الأنونيموس وبصناديق الجيعة وحب الهلوسة. وين ريتها حبوب الهلوسة؟ ريتها في خطاب من خطابات القدافي وقت اللي تحدث عن حبوب الهلوسة. ناقص أنه سي صافي سعيد يقول لنا إلى الأمام وزنقة زنقة كثورة خيشة وكيتش. سي صافي، علاش تقدمت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبأكبر البقايا ولم تفز بمقعد واحد كثورة خيشة وكيتش؟ علاش شاركت في الانتخابات الرئاسية ولم تفز ولم تصل ولم تدرك حتى الدور الثاني؟ ثم شكون قال هذا سي صافي سعيد كي ما وصلش للعنب قال ما قرصوا؟ انا حبيت نشير حاجه اخرى. لا من بعد جاوب على كل خير. لا باش نجاوب على كل الجانب. انا وخليني نكون موضوعي شويه وقاسي. اولا قراءتك انت استاذ كيتش، هو ذاك هو الكيتش نفسه. تعرف شو هو الكيتش؟ انه الواحد انه هو نفايه ولا يعرف انه هو نفسه نفايه الا عندما يجول امه. والله نحكيك بصراحة هذا هو معناها الأصيل أساسا. كلمة كيتش وبعدين أنت إدخال وإقحام القذافي، أنا مقحمه في الرواية ومتمسخر عليه هو وعلى غيره وعلى أكثر منه، وكل الرواية هي كلها من باب السخرية يعني. والاثنين قريتوها بنفس جدي وبنفس تونسي، وهي ما هيش رواية تونسية ولا تحكي على تونس أبدا، 10% على تونس. هي الرواية من الموصل إلى غرناطة، هي رواية أبطالها يهود وأرمن، أبطالها ومسيحيين ولبنانيين ومصريين وأتراك وأكراد، هذون أبطالها. ما فيها ولا بطل، فيها بطل واحد سينمائي تونسي حب يعمل فيلم، ظل يحلم فيلم وما عملوش، هرب بعد الجزائر. لحظة شوي، لحظة شوي، لحظة شوي، لأنك أنت مشيت للرواية. أنا نزل أقول لك أنت كيتش. اسمعني اسمعني اسمعني، قطعتك أنا، قطعتك. لا ما تبدا، لا ما قطعتكش، التزم بالصمت. قول لي كيتش، عاد قول لي كيتش. انت وستبقى كيتش لانه انت مصب للكيتش زاد، لانه انت تعرف علاش قلت لك انت مصب للكيتش زاد. الحمد لله وجدنا كلمه لائقه لا يحاكم عليها القانون. تعرف علاش باش تبقى كيتش؟ لانك اولا تقول ما تريد ودائما من زاويه معينه ومن ثقب معين، ودائما في مخك صدام والقذافي وكذا ذولا معادين. اترك، ارحل من هذه الثقوب
وادخل للحياة بشجاعة وبقوة وبنظرة فاتقة وثاقبة. حكيت عليها أنت لا تملك أي شيء لكي تنقض رواية عليها. أنت مش كنقض رواية ولا تعرف تقرأ الرواية ولا تعرف الرواية الحديثة ما هي الرواية الحديثة. أنت تنظر للرواية كيف المسلسل أنت علي أم أم الرواية. أنت تس أنت تنظر للرواية. لو شكرتك يا ولدي ما تشكرنيش. أعرف الناس والله بالرواية. والله العلي العظيم لا أحب من يشكرني، وكي تشكرني تخليني خجول وساكت، كي تهاجمني أنا أتكلم، أنا أنبع كبر لرتي وزني. ما تشكرنيش، أوعى تشكرني حتى. أنت شفت كي سلمت علي الطاولة الفوق ما وجدتش ما نجاوبك لأنك شكرتني. تو هاجمتني خليتني نتكلم. اش قلت لك؟ اش قلت لك؟ انت انا اعرف شو قلت لي. ما عليناش. لا كلنا فضلنا. ولذلك ما تضيعنيش يا اخي خليني. انت مش كنقد روايه ولا تقرا الروايه الحديثه ولا تعرف الروايه الحديثه، ولو نسالك انت شو قريت اخر روايه راك ما تعرفش، وفاكر انت الروايه هي مسلسل او متراكي. هاو البطل صعد للطبقه الثانيه وجد كذا، ولا فيلم فرنساوي صغير، هاو ركب البسكليت تعرك هو مرته وخرج يعمل في نزهه، عضه كلب ركضت عليه كذا، هذا هي الروايه اللي تفهمها انت. هذه روايه اخرى. انت ما حكيتش على الفلسفه وعلى نيتش وعلى افلاطون وعلى دوليز وعلى كله دابا. ما حكيتش انت على امين جواي شو يحكي في الروايه، وعلى الحرب وعلى ديغول. ما حكيتش على بريجناف وعلى كذا وعلى كذا. احكي له قل له على باكلاف هافيل كذا. هي الروايه ماهيش على العرب، مش على تونس. هي روايه على الكيتش العربي، لانه اسمه الربيع العربي مش ربيع تونسي، الربيع العربي. هي ابطالها فيها واحد ولا اثنين تونسي فقط، الاخرين كلهم اجانب وعاشوا في بلدان اخرى ومشوا للموصل. حكيت على داعش، حكيت على غرناطه، على مشروع هرقل، على الثوره في 17، على ثوره نابليون كيفاش جت، على كذا بابطالها الحيين، على دار الاوشاكي في اسطنبول. حياه هذا شو اسمه كمال الاتاتير، جبتها بالتفاصيل تفاصيل تفاصيل، حتى كرافاته من وين اشتريها. هذه الروايه. قول لي انت 520 صفحه، انت كنت تكتب صفحتين زمان. 22 أختم أختم أختم. زمان السادات سمع أنه الملك فهد معارض كام ديفيد. كام ديفيد هو 1200 صفحة معاهد كام ديفيد. السادات قال لو فهد يقرأ 1200 صفحة بيموت قبل ما يكمله. السادات ينكت، أنت لو قرأت 20 صفحة كنت مت. ما تجيش تقرا رواية 500 صفحة. من روايتك قريتها الكل، قريتها الكل، قريتها حتى للآخر على فكرة. ما يبلغ هذا هو النجس.